أهلا بكم في حديث اليوم من الطبقة. هذه المرة ضيوفي السيدة أميرة محمد وهي الرئاسة المشتركة لمجلس الطبقة العسكري، والأستاذ شادي إبراهيم وهو عضو الهيئة الرئاسية في المجلس التشريعي لمدينة الطبقة. أسأل ضيوفي أسئلة عدة بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لتحرير مدينة الطبقة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. نسأل عن أهمية هذه المدينة، عن أهمية هذا التحرير عموما وللنساء خصوصا، وماذا عنا للنساء الأيزيديات الذي اقترن اسمهن بحملة التحرير هذه، وما الدور الذي لعبه تحرير الطبقة في تخليص السوريين عموما من زمن العبودية. سيدة أميرة أرحب بك بداية، ما الذي يمكن أن تحدثين عنه فيما يخص أهمية تحرير مدينة الطبقة عموما بالنسبة للأهالي وللمدينة؟ في البداية نرحب بضيوفنا الكرام على استضافتنا بهذا البرنامج، ونقول لهم كل عام وهم بألف خير بمناسبة الذكرى الخامسة لتحرير منطقة الطبقة. كان لبداية الحملة اللي من قبل الرفاق على منطقة الطبقة هو هدفها تحرير المجتمع من تنظيم داعش الإرهابي الذي عم فسادا في هذه المنطقة، وكان الهدف الثاني هو تحرير النساء اليزيديات من هذا التنظيم كونه كان له حصة في تعذيب هذه النساء وتحرير المرأة العربية من القيود التي كانت مكبلة في هذاك الوقت. أستاذ شادي، كيف يمكن لك أن توصف لنا مدينة الطبقة إبان سيطرة التنظيم الإرهابي عليها؟ أولا أهلا وسهلا بكم في مدينة الطبقة، مدينة المحبة والسلام، سعداء جدا بزيارتكم لنا. طبعا مدينة الطبقة كما تعلم منذ القدم هي مدينة ذات نسيج اجتماعي من كافة الأطياف، وهي فسيفساء جميل لكل الشرائح الاجتماعية التي كانت تقطن هذه المدينة. لكن للأسف التنظيم عندما سيطر على مدينة الطبقة في عام 2014 قد حولها إلى ركام أسود. هذا الأمر جعل حتى الحياة لم تعد تطاق في تلك الحقبة الزمنية، والسبب في ذلك هي القوانين والأعراف التي تم فرضها من قبل عناصر التنظيم على أبناء المدينة والريف، حتى أن الأمر جعل الأهالي يعزفون إلى مناطق أخرى وهربا من الخوف والرعب الذي كان يسود نفوس المدنيين في هذه المنطقة. لذلك في تلك الحقبة الزمنية الأمر كان شديد، درجة السوء فيه عالية جدا، وبالتالي جعل الأهالي لم يعد يرغبون في أي شيء. أتحدث مثلا عن الأسواق أغلقت بشكل كامل تقريبا، لم يعد هناك بوادر لحياة جديدة تلوح في الأفق من قبل الأهالي، الأمر كان عبارة عن سواد. حتى إذا ذهبنا إلى الأسواق النساء فقط يرون اللون الأسود فقط، وبالتالي هذا الأمر أدى إلى نوع من الحالات، إصابة العديد من الناس بحالات نفسية وكآبة، جعلت الحياة تضمحل شيئا فشيئا في تلك الحقبة الزمنية. لذلك فترة سيطرة التنظيم من عام 2014 وحتى تحرير المنطقة على يد قوى سوريا الديمقراطية كانت حقبة زمنية لن ينساها أبناء شمال وشرق سوريا وعامة، وأبناء مدينة الطبقة على وجه الخصوص، لأن الأعراف والقوانين التي فرضت من قبل التنظيم على المدينة كانت قاسية جدا، حالات القتل كانت عالية جدا، تم إعدام غالبية المدنيين أمام أعين باقي الناس لحجج واهية. في سوق الطبقة المركزي مثلا تم إعدام في يوم واحد 13 شخص بحجج واهية، عمالة وإلى آخره، فكان أمام أعين الناس يتم حالات القتل، أمام أعين الناس كان يتم حالات قطع اليد، أمام أعين الناس كان يتم رمي الناس بالحجارة، جلد المواطنين، حتى القوانين الخاصة في مثلا في مسألة التدخين مثلا، اللي كان يتاجر بالدخان كان هناك عليه عقوبة وهي التشهير به أمام الملأ. لذلك كانت الأعراف دعنا نسميها أو قوانينهم الخاصة كانت قاسية جدا لا تطاق، إلى أن جعل الأمر أن غالبية المواطنين الموجودين يذهبون إلى مناطق أخرى لأكثر أمنا واستقرارا. حتى كان الرجل يبقى في بيته والمرأة هي التي تذهب إلى السوق، لأن الرجل لا يعرف إن ذهب قد لا يعود، لكلمة يقولها أو لحديث يرويه لا يعلم مدى بعفوية، لا يعلم إن كان هذا الأمر قد يكون يتوافق مع الأفكار السائدة أو لا يتوافق، وبالتالي يفضل البقاء في المنزل على أن يذهب
إلى السوق. حول ردات الفعل التي أبداها الأهالي مع سماع بدء تحرير المدينة، ردات الفعل تلك إلى أي مدى اليوم ونحن نتحدث عن الذكرى السنوية الخامسة قد تكون ما زالت حاضرة في أذهانكم كمدنيين كنتم تسكنون المدينة؟ عندما سمعنا بقوات سوريا الديمقراطية كان الأمر مثل الخيال في الحقيقة، أن هناك عناصر سوف تقوم أو فصيل آخر، لا نعلم ماذا إذا كان هذا الفصيل هو جيد أم سيء، لكن نريد الخلاص من هذا التنظيم بأي شيء يمكن، حتى إذا كان البديل أسوأ لم يكن هناك أي مشكلة، المهم أن يكون هذا الفصيل القادم غير التنظيم، يغير من يعني غير هذا التنظيم الذي أدخل الرعب في نفوس الناس إلى اليوم. حتى تاريخ هناك بعض الناس تخشى من التنظيم ومن ذكر أسمائه أو عناصره. لذلك عندما اقتربت القوات العسكرية من وأعلنت حملة غضب الفرات شعر الناس بسعادة لا تطاق، وبالسعادة وصفها يعجز اللسان عن وصفها، وبالتالي هربت غالبية أبناء المدينة باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، إما عن طريق المهربين أو عن طريق طرق ملتوية أخرى وصولا إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. بدخول القوات العسكرية كان هناك فرحة للجميع. ردات الفعل التي كانت من قبل الأهالي، قد يستنكرها البعض أن هناك نساء خلعت الحجاب، هناك نساء مثلا أعلنت أو ترفضت بألفاظ، وهذا كان كله بسبب الفرحة التي كانت لا توصف، لأن لم نكن نتخيل في يوم من الأيام أنه سيكون هناك قوة تستطيع إزاحة هذا التنظيم، لأن التنظيم كان يستعمل كافة الأساليب في سبيل البقاء، يستعمل المفخخات، يستعمل الانتحاريين، يستعمل الناس كدروع بشرية، فلم يكن لدينا أمل في الخلاص من هذا التنظيم، كان الهدف هو فقط أن نبحث عن وسيلة للخروج من مناطقنا وبيوتنا والذهاب إلى مناطق قد تكون حتى أنا في لنا أصدقاء وأقارب لجأوا إلى بلدان أوروبية إلى هذا التاريخ. نعم. ونقول لهم بأن تم تحرير المنطقة على يد قوات سوريا الديمقراطية، لكن الخوف الذي زرعه التنظيم لا يساعدهم على المجيء إلى هذه المناطق. الأهمية كنساء بالتحديد سيدة أميرة، ماذا يمكن القول هنا كردات فعل عند هذه الفئة من المجتمع؟ طبعا بداية التحرير كان هناك مشاركة للمرأة العسكرية في تحرير هذه المنطقة، وكان لها قوة بإثبات دورها، كانت السباقة بصفوف الجبهات، وعند دخول المدينة كان هناك استقبال من قبل النساء كما ذكر زميلي بخلع لباس الأسود، فنحن اليوم من الظلام إلى النور بعد تحرير قوات سوريا الديمقراطية للمنطقة. كانت هناك النساء تستقبل القوات العسكرية بالزغاريد بالفرحة بالعبارات المعبرة، كان هناك فرحة كبيرة من قبل النساء في المنطقة، لأن عاشت المرأة في هذاك الوقت معاناة من قبل داعش بمحاصرة المرأة بسن قوانين غير مطابقة للدين اللي هي جاءت على أساس أنه بدها تغير هذا المجتمع، ولكن المجتمع كان على وعي ودراية، ولكن كانت العقوبات التي تفرض على النساء كان هناك تخوف من قبل ردة الفعل، ولكن دخول قوات سوريا الديمقراطية ومشاركة المرأة بتحرير هذا المكان كان له صدى كبير في المنطقة. مدى تعاون الأهالي مع القوات العسكرية التي ساعدت أو التي حررت المدينة، كيف تقيمونه سيدة؟ طبعا انتصار قوات سوريا الديمقراطية هو انتصر بحرب الشعب الثورية، مشاركة الأهالي، كانت هناك حرب في المدينة، كانت حرب شرسة، فكان هناك تعاون من قبل الأهالي من خلال فتح منازلهم، من خلال استقبالهم، من خلال تأمين المقرات، الأماكن لوجود الرفاق من أجل أن يعم التحرير بهذه المنطقة، فكان دور كبير بمشاركة الشعب. طيب أستاذ شادي، من أصعب من خلال تجاربكم مرحلة البناء من كافة النواحي سواء اجتماعية أو فكرية أو غيرها التي خلفها التنظيم، أم مرحلة البناء وما بعد التحرير؟ ماذا تقولون هنا؟ في الحقيقة نحن واجهنا نوعين من البناء. البناء الأول هو بناء الإنسان بعد أن تم زرع أفكار سوداوية بداخله، وهذا كان مشكلة أمامنا، واجهتنا كثير من المتاعب، حتى يعني فترة 4 سنوات من سيطرة التنظيم
لم تكن سهلة، يعني زرع أفكار في داخل في نفوس البعض، وحتى في الأطفال أكثر شيء هو كان في الأطفال كما يسمونه شباب الخلافة. نعم. كان نزع هذا أو بناء الإنسان من جديد في من خلق أفكار جديدة نيرة تنقذه من الظلام إلى 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 بر الأمان، كان أمر صعب نوعا ما فيما يخص الإدارة. أما البناء الآخر وهو بناء المؤسسات إن كنت تقصد فيها، نعم، أيضا كان هناك صعوبة كما تعلم، العمليات الحربية أدت إلى خسائر في مادية كبيرة، وبالتالي إعادة إحياء هذه المؤسسات لم يكن أمر سهلا في تلك الفترة لأن الإمكانيات كانت نوعا ما محدودة. لكن قمنا في بداية الأمر بتسهيلا لعودة آمنة للسكان إلى بيوتهم بإزالة السواتر الترابية والبدء ب إعادة السكان تمهيدا وتدريجيا إلى بيوتهم، ومن ثم بدأنا بأول خطوة وهي كيفية إيصال مياه الشرب إلى المواطنين في ظل إيقاف مضخات المياه عن العمل، لا يوجد كهرباء، لا يوجد أي شيء من مقومات الحياة، وأيضا تسهيل الأمور المدنية. لذلك لجأت الإدارة إلى تسهيل هذه الجوانب للمدنيين من خلال تفعيل المؤسسات الخدمية. مثلا أول شيء بدأنا بمضخات المياه حتى نستطيع إيصال المياه بعد أن كنا نقوم بإيصالها عن طريق صهاريج مياه. أيضا مسألة الوقود كان عائق، استطعنا تأمين وقود في تلك الفترة من مناطق الجزيرة إلى الطبقة بصعوبة. أيضا كما تعلم كانت الرقة ليست محررة بعد أن تم تحرير مدينة الطبقة، لذا كان هناك صعوبة في تأمين هذه المادة. الخطوة الأخرى كان هدفنا هو كيفية إعادة إحياء الجانب التربوي والتعليمي حتى نستطيع الدخول في مؤسسات حقيقية، حتى نستطيع أن نتحاور مع المدنيين بشكل سليم عن طريق إيصال، حتى تقول المدنيين أو الشعب أن هناك إدارة الآن موجودة وتتعامل معنا، حتى تقوم بإعادة الحياة شيئا فشيئا بشكل تدريجي. فكان السلك التربوي كان مهم جدا بالنسبة لدينا، تم تفعيل بعض المدارس، استقطاب بعض من الطلبة. الآن نحن في عام 2022 لدينا 232 مدرسة تستوعب قرابة 49,000 ونصف طالب و1700 مدرس ومدرسة. لذلك الآن الإمكانيات خلال هذه الخمس سنوات، نحن في عام 2018 وعام 2019 كانت الإمكانيات محدودة، لكن في عام 2020 21 22 حقيقة زاد لدينا الإمكانيات نوعا ما من خلال الاقتصاد المجتمعي الذي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي قامت بها الإدارة المدنية في منطقة الطبقة. هذه العوامل ساعدتنا بصراحة في إيجاد سبل للعيش، أضف إلى ذلك الخدمات التي قامت الإدارة بتقديمها في بداية الأمر وهي المعونات لكافة أبناء الشعب. كما تعلم نحن خارجين من حرب، وبالتالي الخروج من حرب أدى لإيقاف المشاريع، لم يكن هناك مشاريع أو حتى فرص عمل للمدنيين، تم خلق فرص عمل وبناء مؤسسات. في عام 2021 مثلا كان لدينا 475 فرصة عمل تم إحداثها للفئة الشابة، ونحن الآن في عام 2022 ولدينا مشاريع سيتم الإعلان عنها قريبا، مشاريع باعتقادنا سوف تلبي احتياجات المنطقة. نحن نتحدث عن مقاطعة الطبقة، هي مقاطعة تعدادها تقريبا مع الوافدين الذين لجأوا إلينا قرابة 600,000 نسمة. هؤلاء اللاجئين أو النازحين أتوا ما بعد التحرير. نسبة الأشخاص الذين وفدوا إلينا ما بعد التحرير ضعف عدد سكان المنطقة بصراحة. الوجهة التي أتوا منها هل يمكن تحديدها؟ أغلب المدنيين الذين لجأوا إلينا هم من ريفي حمص وحماة ومن مدينة حلب، كانوا بكثافة كثيرة. أيضا أبناء دير الزور وفدوا إلينا بكثافة، الآن لدينا ما يقارب 250,000 شخص هم من الوافدين، يعني نتحدث عن ربع مليون شخص يوفدون إلى مناطق إلى منطقة الطبقة بهذه البقعة الصغيرة. ليس أمرا سهلا على يقع على عاتق الإدارة تأمين مستلزماتهم. لدينا الآن حتى نستطيع استيعاب هذا العدد قمنا بإنشاء مخيم المحمود الذي يستوعب قرابة 8,000 نسمة، ولدينا مخيم طوحينة تم إعداده أيضا وحاليا يستقطب قرابة 800 إلى 900 عائلة، تم تقديم كافة الخدمات لهم. الآن نحن لجنة الشؤون الاجتماعية العامة لدينا تعمل على إيصال تيار كهربائي لمخيم طويحين حتى يكون أسوة بمخيم المحمودلي،
فهذا العدد أيضا لدينا مخيمات عشوائية الآن الإدارة تعمل على تنظيم هذه المخيمات العشوائية ووضعها ضمن مخيم أسوة بالمخيمين الموجودين. فهذه العوامل بصراحة كانت قوية على الإدارة، لكن استطعنا رغم ضعف الإمكانيات وقلة الإمكانيات أن نتجاوز هذه المرحلة ووصلنا إلى مراحل متقدمة الآن. إذا تحدثت لك عن القضاء سوف نتوسع أكثر في هذه النقطة، أعطيني إجابة مباشرة الآن قبل أن أعود إلى السيد أميرة. فيما يخص القضاء، مرحلة الهدم أم البناء أصعب بتقديره؟ بصراحة نحن ما رأيناه هو البناء أصعب من الهدم. ما رأيك سيد أميرة، البناء أصعب أم الهدم؟ والله البناء اليوم بقدر هدم أي مكان ممكن نحن بقوتنا بإرادتنا بفكرنا نستطيع أن نبني. طيب إلى أي مدى بتقديرك بقيت تركات لهذا التنظيم في الطبقة، تركات على صعيد الأفكار، على صعيد الخوف المعنوي من التنظيم والجرائم الكثيرة التي ارتكبها، إلى أي مدى اليوم ثمة تركات لهذا التنظيم ما زالت قابعة في نفوس الأهالي بتقديرك أو حتى في نفوس النساء؟ طبعا نحن كمنطقة إنسانيتنا، قيمتنا، أماننا الذي يعم في هذه المنطقة، بهذاك الوقت استطعت أشخاص أن تنجر وراء هذا التنظيم، ولكن عندما بدأ التحرير ورأوا أن تحول الظلام من إلى النور، فهناك شخصيات بقت كتفكير، ولكن نحن نقول اليوم بإرادة شعبنا، بإرادة قوتنا، بإرادة فكرنا استطعنا أن نتجاوز هذه المحنة، نقول بالتدريب، بالفكر، بالأكاديميات التي قمنا بإنشائها بالفترة بالآونة الأولى. كان هناك مدة التدريب ممكن يكون فترة وجيزة، ولكن مع مرور الوقت استطعنا أن بمشروع الأمة الديمقراطية، مشروع الهدف الذي يجمع المكونات، استطعنا أن نزرع فكر يقوم بتعرفة المجتمع على هدف قوات سوريا الديمقراطية، فاستطعنا أن نقوم بزرع هذا الفكر. يوجد عوائق، ولكن مع مرور الزمن سوف نتجاوز هذه العوائق. طيب. التفكير الذي يتحدث عن أن المرأة ممكن أن تكون مشاركة في الجانب العسكري سواء في عمليات التحرير أو عمليات استمرار الدفاع عن المناطق المحررة في شمال وشرق سوريا، هذا الفكر لم يكن متواجد إلى حد بعيد في المناطق السورية. إلى أي مدى اليوم ثمة التجاوب مع هذا الأمر والإيمان بأن المرأة هي امرأة أيضا ممكن أن تشارك في الجانب العسكري؟ إلى أي مدى ترسخت هذه الفكرة لدى المجتمع، خاصة ونحن نلاحظ اليوم ثمة عدد كبير من نساء شمال وشرق سوريا يشاركن في الجانب العسكري والأمني، سواء سابقا في عمليات التحرير والآن في عمليات استمرار الدفاع عن المناطق؟ في البداية كان هناك ضعف من انضمام المرأة بشكل عام، كون احنا منطقة عشائرية فكان تخوف من ارتداء الزي العسكري، ولكن قوة المرأة، جسارة المرأة، رأينا المرأة الكردستانية تشارك بالجبهات، تكون السباقة في معارك القتال، فهنا أصبح لدينا جسارة وقوة بالمشاركة مع هذه المرأة، فنحن اليوم نصنف بالمقدمة كمرأة عربية بالمشاركة مع هذه المرأة القوية التي أدت واجبها باتجاه محاربة داعش. فنحن اليوم بخمس سنوات من التحرير استطعنا أن نوحد صفوفنا كمرأة عسكرية. اليوم نحن في عدة مناطق لدينا مرأة مشاركة بجميع القوات العسكرية، للدفاع الذاتي، الانضباط العسكري، كوحدات حماية المرأة يبجة، فاستطاعت المرأة أن تكون إدارية في المجالس العسكرية. بعد دحر الإرهاب استطعنا أن نعلن مجالس عسكرية، اليوم المرأة إدارية تستطيع أن تأخذ قرار جنبا إلى جنب مع الرجل، اليوم هي إدارية بالمؤسسات المدنية، فاليوم أخذت المرأة طليعتها الريادية في جميع المؤسسات مع الجانب العسكري أيضا الجانب المدني. كتقييم للواقع الحالي الآن فيما يخص مشاركة النساء في عمليات استمرار الدفاع عن المدن المحررة والمشاركة في المؤسسات المدنية، هل لكم أي تعليق هنا؟ بخصوص مشاركة المرأة، نحن نقول المرأة لها جانب معنوي وجانب عسكري، فنحن اليوم كإدارة مدنية نحتاج هو المعنوي، ولكن كمرأة عسكرية هي مدافعة عن هذه المرأة في المجتمع، فنحن اليوم
سباقونا على أتم الجاهزية والاستعداد لأن ندافع عن أي مرأة مظلومة في هذا المجتمع. فاليوم نحن كمرأة عسكرية لنا جاهزية على صفوف الجبهات، لدينا مخططات في الدفاع عن الاحتلال التركي الذي يواجه مناطقنا. الاستهداف الأخير كان استهداف للمرأة، اليوم المرأة هي تم استهدافها لأنه وجودها ضمن القوات هي استطاعت أن تكون قدوة في تحرير هذه المناطق. أستاذ شادي، كتقييمك لتجربة اليوم مشاركة المرأة سواء في مدينة الطبقة أو غيرها من المناطق السورية المحررة من تنظيم داعش في المؤسسات المدنية والمؤسسات العسكرية، نتحدث عن أي مؤسسة اليوم يوجد رئاسة مشتركة ما بين الرجل والمرأة، كيف تقيم هذا الأمر؟ تفضل. في الحقيقة في وقت سابق كانت المرأة تباع في الأسواق، الآن المرأة هي صاحبة قرار. كان في فترة زمنية كانت المرأة تتحدث عن فترة داعش، عن فترة داعش في تلك الفترة كانت لم يكن لها أي اعتبار، الآن المرأة هي تقود حقيقة ثورة مجتمعية. فالدور الريادي الذي تقوم به المرأة في مؤسساتنا دور لا مثيل له إذا قارناه في الحقبة الزمنية الماضية، لأنه دائما عندما تريد أن تقفز إلى الأمام عليك أن تنظر إلى الوراء ماذا صنعت. فمن ينظر إلى وراء المرأة العربية والكردية والشركسية وكل النساء اللواتي تعرضنا لشتى أنواع العنف سابقا، الآن هن ينطلقنا، وهذه كانت مبادرة رائعة عندما نقول أن قفز من مرحلة إلى مرحلة أخرى، من مرحلة سوداء إلى مرحلة يسودها النور، ليس أمرا سهلا. لكن اليوم المرأة حقيقة لها دور بارز، اليوم المرأة تشارك في الحياة السياسية لدينا، تشارك في الأحزاب، تشارك في صنع القرار، تشارك في الحياة الاجتماعية أيضا، تقوم حتى بحل القضايا والخلافات بين الناس، لها مجلس خاص، مجلس الصلح للنساء. الآن نحن في العقد الاجتماعي أيضا نسعى لإنشاء مجلس عدالة اجتماعية خاص بالمرأة والست، وتم ذكرها في العقد الاجتماعي وسوف يناقش في المجلس العام. لذلك هذه البوادر أو هذه الخطوات التي لاحظناها في عمل المرأة على مدار هذه الخمس سنوات في مدينة الطبقة كان هو الذي شجع الجميع لحتى تكون هي قوة فاعلة. وحقيقة لولاها لما كان هناك منذ القدم لم يكن هناك حياة لولا وجود المرأة. الآن هي تشاركنا في جميع المجالات ولها دور بارز. وفي الحقيقة حتى إنشاء الأحزاب كان لها دور فيه. إذا رأينا كما تفضلت الرئاسة المشتركة موجودة في الإدارة المدنية منطقة طبقة في كافة اللجان وكافة المؤسسات، حتى المديريات والمكاتب لدينا فيها رئاسة مشتركة يعملون. قد يكون هناك، قد تسألني على التوافق الموجود، هناك توافق كبير ما بين الرجل والمرأة، لكن هناك قد يكون بعض المعوقات لعدم فهم مشروع الأمة الديمقراطية وفهم على مدار خمس سنوات. إلى أي مدى اليوم تمت صعوبات بتقديرك في الفهم الذي تحدثت عنه بالنسبة للمجتمع عامة؟ بالنسبة للمجتمع دعني أتحدث عن الجهات الإدارية العامة قبل أن أتحدث عن الشعب. الجهات الإدارية الموجودة لدينا في عام 2018 19 و20 لم تكن هذه الفكرة قد زرعت، لا أو وصال هذه الفكرة أو فهم هذه الفكرة لم تكن سهلة. اليوم نتحدث احنا عن مشروع أمة ديمقراطية، مشروع جديد بمفاهيم جديدة. نعم، نتحدث عن كونفدرالية وعن الديمقراطية التوافقية والديمقراطية التمثيلية والديمقراطية المباشرة، ليس كلاما سهلا يفهم بسرعة أمام المجتمع. الإداريين لدينا في عام 2021 و22 نحن نلاحظ هناك تغيير جوهري قد يكون بسيط لكن يوجد تغيير بعد أن تم إخضاع لدورات تدريبية فكرية ومسلكية في عام 2022، يعني من 1/1/2022 حتى تاريخه. خلال هذه الخمسة أشهر لاحظنا حتى في جانب التغيير، عندما تريد أن تغير مكان شخص إلى مكان آخر يكون لديه رغبة في التغيير، فهم هذا المشروع، اعتبر أن المرأة هي معه قلبا وقالبا وهي شريكة معه في صنع القرار، وبالتالي لا يوجد هناك تميز بينه وبين المرأة. سابقا في الفترات بعام 2018 و19 و20 كان الرجل ينظر إلى المرأة بأنه هو صاحب القرار وهي التي عليها أن تنفذ
هذه القرارات. الآن نحن نرى وإن كان التغير طفيف حتى نكون منصفين، لكن هناك تغيير قد يكون بسيط لكن التغيير موجود. فهم مشروع الإدارة الذاتية الآن تقريبا نحن قاربنا على، أنا باعتقادي أنه النسبة قد تتراوح ما بين 50 إلى 60%، الغالبية تم يعني فهم هذا المشروع. وبالتالي فيما تحدث فيما يخص الجهات الإدارية، الآن إذا ذهبنا إلى المجتمع عموما، المجتمع الشعب، نحن نرى في اجتماعاتنا ولقاءاتنا الجماهيرية أن الناس تحاول وترغب في الحديث مع الإدارة وتبحث في مشروع إدارة ذاتية وتسأل عن الإدارة الذاتية وعن هذا المشروع وكيف كان ومن هو أساس، ما هي أهداف هذا المشروع وإلى أي مدى يمكن تطبيق هذا المشروع في مناطق إدارة ذاتية. وبصراحة نجد رغبة من الغالبية بفهم هذا المشروع ومحاولة تطبيقه والمساعدة في تطبيقه مع الجهات الإدارية. حتى أنا بعض الشيوخ وجهاء العشائر يحاولون إفادنا بأصحابي الخبرة من لديهم حتى يكونوا عونا للإدارة الذاتية ورفضها بكوادر طبيعية تستطيع تطبيق هذا المشروع وتستطيع إيصاله للآخرين، لأن كما قلت لك إيصال فكرة الإدارة الذاتية ومشروع الأمة الديمقراطية ليس أمرا سهلا، لأننا نحن نتحدث دائما عن حقبة زمنية كانت مظلمة، وبالتالي إخراج هذه الحقبة إلى مرحلة أخرى ليس أمرا سهلا. فكيف إذا كانت المصطلحات جديدة والمفاهيم جديدة تتحدث عن كونفدرالية الشرق الأوسط؟ طيب، كامرأة سيدة أميرة، من بعد عمليات التحرير أصبحتم تشاركون في عمليات صنع القرار، عمليات الدفاع عن المناطق المحررة. اليوم هناك مبادئ عامة معروفة في مناطق الإدارة الذاتية من خلال مشروع الأمة الديمقراطية كمبدأ المساواة بين المكونات جميعها كلها، كالكرد، العرب، الشركس، التركمان، مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. في هذا السياق تتوافقين مع الأستاذ شادي حول نسب أعطاها إلى حد ما 60% 70%، تفهمت طبيعة المشروع وأهميته للمنطقة أم لكم رأي مخالف؟ طبعا أشارك الرأي الرفيق، كونه مدة تحرير المنطقة 5 سنوات صح مدة خلينا نقول ممكن تكون طويلة، ولكن كزرع فكر مشروع الأمة الديمقراطية كفكرة مفهومة للجميع، ولكن في صعوبة بتطبيقها كونه منطقة تعرضت لعدة فصائل في السابق، منطقة تعرضت للاضطهاد، منطقة تعرضت لفصائل، كل فصيل يأتي بتنظيم شكل بقرارات شكل. فنحن اليوم على مدى 5 سنوات نحن فخورون جدا بنسبة كبيرة من المجتمع، من الإدارات، من زملائنا بالإدارات بصنع القرار تفهم هذا الموضوع. ولكن نحن في الأيام القادمة كأكاديميات سوف نكثف أكاديمياتنا، سوف نكثف التدريب، سوف طبعا هناك جانب عسكري وجانب بالإدارة المدنية، ولكن نحن اليوم هناك عدد كبير من رفاقنا أصبحوا هم يطلبون هذه الدورات من أجل فهم أو زرع فكر الأمة الديمقراطية سواء بين المجتمع، سواء بين الإدارات، سواء بين المؤسسات. ولكن اليوم نحن هذه النسبة سوف تتجاوز الأكثر حتى تصل إلى 100% إن شاء الله. طيب، نعود إلى موضوع تنظيم داعش الإرهابي. السيدة أميرة، اليوم كيف تتابعون الأخبار التي تتحدث عن أن التنظيم ما زالت له خلايا نائمة في مناطق شمال وشرق سوريا وتظهر حقيقة بين الفينة والأخرى وتشن هجمات؟ قبل أيام كان هناك استعراض علني للتنظيم في محيط تدمر، كيف تتابعون جملة هذه الأخبار؟ تفضل. طبعا نحن على دراية وعلم بهذه الأمور التي يفعلها التنظيم. التنظيم ضعيف فكريا وهو يحاول أن يحارب كقوات سوريا الديمقراطية، يحاول أن يحاربها فكريا، ولكن هو يتخوف من صنع قراراتنا، من تنفيذنا للقرارات. ولكن هو اليوم يحاول أن يفتعل هذه الأشياء على أساس زعزعة أمن منطقتنا، أو بالأحرى زرع نفوس ضعيفة على أساس أنه تقوم بتخريب مشروع الأمة الديمقراطية. ولكن نحن بإرادة شعبنا، بقوة فكرنا كشعب قمنا بتحريره من الإرهاب، نحن اليوم على أتم الجاهزية بأن نتصدى لهذه المجموعات على أي فعل تقوم به من أجل زعزعة أمننا. نحن على أتم الجاهزية لمواجهة هذا التنظيم. طيب، في ذات السياق أسألك أستاذ شادي، اليوم 5 سنوات من تحرير مدينة الطبقة، ما أهميتها في محاربة تركة التنظيم
واستمرار حربه النفسية وحتى العسكرية في سوريا. تفضل. خلال 5 سنوات التكاتف الشعب كان له دور بارز في محاربة هذا التنظيم. تكاتف الشعب العام. تماما. لكن التنظيم إلى الآن لديه محاولات دائما ومستمرة لإحياء الدولة التي كان يزعم بإنشائها عن طريق كما تفضلت الخلايا الموجودة التي تنشط باستمرار. الآن التنظيم لا يقوم فقط بعمليات إرهابية أو استهداف قطاع عسكرية أو مدنية، إنما يقوم بمحاولة نشر الفكر من جديد وإحيائه بين الصفوف الموجودة. نحن لا نقول أننا قمنا بالقضاء، صحيح قمنا بالقضاء على داعش عسكريا، لكن الجانب الفكري إلى الآن موجود. سابقا كان كما تعلم هناك موالين لعناصر داعش، موالين فكريا، هم يعتقدون أن الأفكار صحيحة، ليس موالي حبا بعناصر التنظيم، إنما يعتقد أن الفكر صحيح وبالتالي هو يسعى إليه. عندما يأتي رجل ويقول لك قال الله قال رسول الله، أنت تلقائيا تصدق ما يقول إن لم تكن تعلم، لكن إن علمت ماذا يقول الأمر سيكون مختلف. يعني مثلا عندما نذهب إلى مخيم الهول مثلا ترى أن العائلات الموجودة في ذلك المكان أبناء تلك عناصر التنظيم إلى الآن ينظرون لنا بأننا نحن مرتدون أو كذا. لماذا؟ لأن الفكرة مزروعة. لكن نحاول الآن عندما يتم إخراج هؤلاء بالعمل على فهمهم الفكر الديني الصحيح المعتدل الذي يدعو إلى المساواة، الدين الذي لا يقتل أحدا، الدين الذي يدعو إلى المحبة والتسامح والعفو والعدل. كل آيات القرآن الكريم تتحدث عن العدل والمسامحة والإنصاف. لا يوجد لكن الفكر الذي زرعه التنظيم في عقول الناس ما زال مستمرا. وبالتالي لكن في أنا كرأيي الشخصي الآن المخطط البياني لهذا الفكر هو نحو الأسفل. في فترة من الفترات كان يمشي بشكل مستقيم حسب معلوماتنا، حسب التحليل الشخصي. الآن هو بدأ بالانحدار، وهذا كله بفضل الوعي الشعبي الذي تكاتف جنبا إلى جنب مع القيادة الأمنية والعسكرية وحتى مع الجهات الإدارية. فلا قد يكون المواطنين، ليس كل المواطنين يعرفون الجهات الأمنية، لكن يعرفون الإداريين الموجودين. فعندما يسمعون بشخص حامل للفكر ويريدون أن يعملوا على هذا الشخص وبالتالي نزع هذا الفكر السوداوي من رأسه وإدخال فكر صحيح، هذا شيء إيجابي. وبالتالي لولا التكاتف المجتمعي مع الإدارة لكنا في مرحلة حرجة، وبالتالي سوف نعيد حساباتنا من جديد ونكون أمام عوامل أخرى لم تكن في الحسبان. لكن أؤكد لك التكاتف هو الذي كان له الدور البارز في وصولنا إلى ما نحن عليه اليوم. هناك في هذه الفترة لم نشهد أي خلل أمني، لكن في عام 2021 كان لدينا 6 تفجيرات. هذه التفجيرات كانت والحمد لله مادية، لم استطاعت الأجهزة الأمنية المختصة بالتعاون مع الأهالي القضاء على هذه العناصر وعدم تنشيطها. أؤكد لك التكاتف هو الذي كان المحور والمفصل الأساسي في مواجهة هذا التنظيم فكريا والقضاء على خلاياه وعدم تنشيطه. فيما يخص التهديد المستقبلي سيدة أميرة، تعويلكم الأساس كقوات عسكرية أيضا على التكاتف الشعبي الحاصل مع مشروع قوات سوريا الديمقراطية، أم ثمة أمور أخرى قد نعرفها منكم؟ تفضلي. طبعا نحن نقول استطعنا أن ندحر الإرهاب. اليوم هناك احتلال تركي يقوم أيضا باستهدافنا. الاحتلال التركي هدفه هو أخذ مناطقنا لكي يستفيد. اليوم نحن كمناطق بهاي الموقع الاستراتيجي يهم هذا الاحتلال، فنحن اليوم بإرادة الشعب، بقوة الشعب، بفكر الشعب، بنجاح انتصارنا طبعا بالشعب، هو الذي سوف يساندنا للوصول إلى التصدي لهذا الاحتلال. فنحن اليوم سبق وقلنا على أتم الجاهزية بمساندة الشعب بقواتنا العسكرية، سوف نتصدى لأي هجوم يحاول أن يمس بمناطقنا. طبعا نذكر مكتسبات اللي حصلنا على بدماء الشهداء، فنحن اليوم نتعهد لشعبنا أن نكون السباقين بالدفاع
عن أي تنظيم يحاول أن يمس مناطقنا التي حررناها. فنحن اليوم كقوات على أتم الجاهزية من أجل التصدي لأي عدو يحاول أن يمس بمناطقنا. طيب انطلاقا من هذه النقطة سيدة أميرة، اليوم وإبان هجوم جيش الاحتلال التركي على مدن رأس العين وتل أبيض وقبلها عفرين، لوحظ ممارسات من قبل الفصائل التابعة للاحتلال التركي تتشابه مع ممارسات تنظيم داعش الإرهابي من خلال عمليات تمثيل بالجثث، عمليات جرائم. أيضا هناك منظمات عديدة كشفت عن عملية استعباد للنساء، سجن للنساء، اغتصاب، أيضا استعباد للأطفال. اليوم عندما ذكرت لي بأنكم مستعدون للدفاع عن أي تنظيم يتهدد أو يتربص بكم سواء كان محتل أو إرهابي، الهاجس هنا هل هو هاجس عودة ممارسات تنظيم داعش عندما نشاهد ممارسات مشابهة لفصائل تركيا، أم هاجس الاحتلال، أم ماذا؟ تفضل. سبق ذكرنا نحن اليوم كأي احتلال يحاول أن يتربص بمناطقنا، هو غايته أنه يكون له مكان، يكون له مثلا موقع استراتيجي، ما لا يهمه إذا كان الشعب استعبد أو شعب مارس عليه أبشع الجرائم، ولكن هو اليوم هدفه أنه هو يزرع تنظيم أو يزرع إرهاب في نفوس هذا الشعب. ولكن نحن اليوم سبق وقلنا بإرادتنا، بقوتنا، بمناطقنا التي تم تحريرها، نحن سوف نقوم يد بيد مع هذا الشعب لأيضا نحرر مناطقنا المحتلة مثل ما ذكرت، رأس العين، تل أبيض، عفرين، لأنه هو يحاول سبق وقلنا زراعة الفكر. صح هو احتل مناطق ولكن يحاول أن يزرع الفكر، ولكن بإرادة الشعب، بقوة الشعب، سوف نحاول أن نحرر هذه المناطق أيضا، ويكون لنا وقفة تضامنية مع الشعب وطليعة ثورية التي حصلنا عليها بدماء الشهداء. سوف نحرر مناطقنا إن شاء الله في السنوات القادمة. ممكن نبارك لكم أيضا تحرير مناطقنا المحتلة، يكون مفاجأة للشعب، ولكن كما سبق وقلنا بإرادة الشعب، بقوة الشعب، بإرادة قوتنا، قوات سوريا الديمقراطية، سوف نكون السباقين لتحرير مناطقنا المحتلة. طيب في الإطار ذاته هناك استفسار يدفعني لأسألك أستاذ شادي حول مسألة أن الاحتلال التركي ما بعد عمليات تحرير مدن منبج، مدن المنبج وغيرها من المناطق المحررة كالرقة وكذا، بدأ يتكلم عن أنه سوف يأتي لتحرير هذه المدن. نتحدث أيضا قبل المنبج عن مدن جرابلس والباب، عندما بدأت قوات سوريا الديمقراطية بتحريرها بدأ يتحدث هو عن أنه هو من سيحررها من داعش. أيضا كذلك الأمر تل أبيض عندما كانت محتلة لم يكن من قبل داعش لم يكن يتحدث عن أنه سوف يحررها، شاهدنا عملية احتلال من جانبه ما بعد التحرير. كيف تفسرون جملة هذه الأمور؟ طبعا احتلال تركيا عندما يريد احتلال منطقة هو لا يريد احتلالها لأنه يرغب في السيطرة على هذه المنطقة، إنما البعد أكبر من ذلك. عندما يتحدث عن تحرير مدينة منبج وعن تحرير باقي المناطق كما يزعم بحجة أمنه القومي، القضية أكبر من ما نعتقد. هو لو ضربنا مثال على مدينة عفرين مثلا، قام الاحتلال ماذا صنع؟ هو لم يقم فقط بإبادة وقتل وتشريد لتلك المناطق وتهجير ونهب للممتلكات، إنما كان سعى والآن يسعى لتغيير ديموغرافي حقيقي. اليوم عندما يتحدث عن تغيير شوارع، تغيير أماكن، تسمية أماكن بأسماء جمال أتاتورك مؤسس الدولة العثمانية، عندما نرى أعلام وصور مؤسس الدولة التركية برفقة أردوغان موجودة أمام بالمكاتب، فهذا الأمر له بعد خطير جدا، وهي النظرة إلى إعادة إحياء الدولة العثمانية. هو يريد أن يسيطر على مدينة منبج حتى يضمها إلى المناطق الأخرى، وبالتالي يقوم بتغيير الأسماء والشوارع وجعلها جزء من الدولة العثمانية الجديدة التي يزعم بإنشائها. عندما يريد، ولكن لماذا لا يقوم بتحرير مثلا سابقا كما تفضلت عند إبان سيطرة داعش عندما كان التنظيم موجود، لماذا لم لأن التنظيم هو فكرة تركية بالأصل، قامت تركيا بدعم هذه العناصر وهي موجودة لخدمة أردوغان. يعني هو لا يريد أن يحتل منطقة
هي بالأصل محتلة من قبله، لكن المسميات تختلف. هو يريد أن يوسع مناطق السيطرة. ما رأينا في الآونة الأخيرة عندما قام التنظيم بالهجوم على سجن الغويران، سجن الحسكة، أين ذهبوا؟ أين ذهبوا عناصر التنظيم؟ ذهبوا باتجاه المناطق التي سيطر عليها أردوغان. وكان وحسب المعلومات الاستخباراتية بأن التمويل كان من قبلهم، وحتى العناصر دخلت عن طريق رأس العين والمناطق الثانية المحاذية. لذلك هو لا يريد السيطرة على مكان فيه تنظيم داعش أو فيه فصائل موالية له، لأنه هي بالأصل له، لكن ينتظر وقت المناسب حتى يتم الإعلان عنها بشكل رسمي. لكن مدينة منبج مدينة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، قوات سوريا الديمقراطية ليست فصيل تابع لتركيا ولا يشرفها أن تكون له، لكن هذه المدينة يجب أن يتم احتلالها من قبله، الطبقة يجب أن يتم احتلالها من قبله، الرقة كذلك الأمر. لذلك يسعى دائما الاحتلال التركي وأردوغان بسياسته الجديدة أن يحاول بسط النفوذ على هذه المناطق. الآن هو لديه انتخابات كما تعلم في عام 2023، يحاول الترويج بشتى الوسائل للبقاء في مكانه، لكن الشعب التركي أدرك حقيقة أن أردوغان لن يبقى في سدة الحكم في العام المقبل، وبالتالي هو الآن يريد أن يحاول أن يصلح ما أفسده سابقا، وأن يحاول أن يعيد مشروعه من جديد، وبأنه سيقوم بتوسيعة مناطق السيطرة، وأنه سيقوم بضم أجزاء كبيرة، وأنه سوف يحمي تركيا وأمنها القومي من الإرهابيين كما يزعم. طيب، بقيت معي 3 دقائق. كنت تود أن تتحدث عن المؤسسة القضائية فيما يخص موضوع البناء ما بعد التحرير من تنظيم داعش الإرهابي، وإن كانت لديك أي رسائل لأهل الطبقة تفضل. في الحقيقة أهم جهاز لدينا عدا التعليم هو الجهاز القضائي. اليوم القضاء هو الجهاز الذي يعني بفض النزاعات والدعاوى الموجودة بين المتخاصمين وبين الناس. الناس أو الشعب في السابق كان لديه دعاوى كثيرة في زمن داعش يرغب في حلها. هناك أشخاص قد يكونوا ظلموا في تلك الحقبة، لكن يريدون أن يحصلوا على حقوقهم. لهم القضاء في البداية كان لدينا ضعف في الخبرات كما تعلم، أصحاب الشهادات كانوا يعزفون عن الدخول إلى القضاء أو أي مؤسسة أخرى خوفا من التنظيم وعودة التنظيم، وخوفا من ملاحقاتهم من قبل حتى الحكومة السورية إن صح التعبير. لكن الآن غالبية القضاة لدينا هم من أصحاب الشهادات الحقوقية ومن المحامين المختصين الذين مارسوا مهنة المحاماة ومارسوا القضاء سابقا، هم الآن يعملون على قدم وساق في حل القضايا. ولدينا هيئات بدءا من هيئة النيابة وصولا إلى هيئة التمييز ومجلس العدالة الاجتماعية الذي هو بمثابة محكمة تطعن في الخصومات لمن أراد أن يتقدم بخصومات. القضاء لدينا الآن رغم كل الإمكانيات هو جيد، لكن ونحن نعمل فيها عام 2022 إرى رفضه بكوادر قضائية مختصة ذات خبرة أكثر، وترفيع من القضاة الثانيين إلى أماكن أخرى حتى يكون الجهاز القضائي جهاز مستقل بكل معنى الكلمة. وتم ذكر مادة خاصة في العقد الاجتماعي بأن القضاء مستقل وسيادة القانون سوف تطبق على الجميع بدون استثناء. رسالتي إلى أبناء مدينة الأخيرة، نبارك لأهلنا في مدينة الطبقة الذكرى السنوية 5 لتحرير مدينتهم من رسالة الإرهاب على يد قوات سوريا الديمقراطية. نهدي هذه الذكرى أو هذه المناسبة العظيمة إلى عوائل الشهداء أولا، وإلى قوات سوريا الديمقراطية على جبهات القتال الذين يدافعون إلى الآن عن سوريا في شمال وشرق سوريا، والذين لديهم القدرة إن شاء الله على الدفاع عن جميع الأراضي السورية، ونحن وإياهم معا لتحرير باقي المناطق والوصول إلى سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية. المنبر لكم سيدة أميرة، إن كانت لديكم أي رسائل للأهالي بمناسبة ذكرى سنوية 5 لتحرير المدينة. طبعا نحن ورسالتنا لشعبنا، ونتعهد نحن كقوات سوريا الديمقراطية بأن نتصدى لأي عدو يحاول أن يمس الأمن والأمان التي حصلناها بمكتسبات الشهداء. أيضا نهنئ ونبارك هذا التحرير لأمهات الشهداء، لزوجات الشهداء، لأبناء الشهداء، ونخص بالذكر رفاقنا الجرحى مصابين الحرب، ونقول لهم أنتم أيضا الشهداء الأحياء الذين قدمتم أيضا جزء من جسدكم من أجل أن يعم السلام بهذا المكان. فنحن اليوم نبارك هذا التحرير لجميع شعبنا في شمال وشرق سوريا خصوصا ولسوريا عموما، وسوف نكون السباقين في التصدي لأي عدو يحاول أن يمس مناطقنا،
ونشكر حضوركم أيضا ونشكر استضافتنا لك بهذا البرنامج. أميرة محمد، الرئاسة المشتركة لمجلس الطبقة العسكري، والأستاذ شادي إبراهيم، عضو الهيئة الرئاسية في المجلس التشريعي لمدينة الطبقة، أشكركم جزيلا لرحابة صدركم في حديث اليوم، وشكرا لكم مشاهدينا لكرم المتابعة. إلى اللقاء.